اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعة الحي حسني، نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة للاحتفال معنا بهذه الذكرى السعيدة، ألا وهي ذكرى تخليد 18 سنة من هذا الورش الملكي الكبير الطموح، ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فبعد مراسيم تدشين مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، وكذلك بعد زيارة ورشات هذه المؤسسة التي فتحت أبوابها لفائدة التلاميذ المتمدرسين وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، واللي هي ثمرة ديال شراكة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وكذلك المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. يوسف العباس، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة الحي الحسني. اليوم كنحتفلوا بالذكرى 18 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كما كتعرفوا من خلالها تم إنجاز واحد العدد ديال المشاريع خلال هاد السنوات. واليوم كانت مناسبة بالنسبة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية اللي عملت مقاطعة الحي الحسني تحت رئاسة السيدة العامل لتدشين هذه المؤسسة، مؤسسة التفتح للتربية والتكوين، اللي غادي يستفد منها واحد العدد ديال التلاميذ وكذلك أطفال وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لصقل المهارات ديالهم من خلال واحد العدد ديال الورشات، الروبوتيك، الرسم، المسرح، اللغات وما إلى ذلك. بالنسبة للنشاط، الأنشطة اللي تفرجها به للتلاميذ الأبناء المنطقة ولا اللي بعدين؟ اللي عملت أبناء عمالة مقاطعة الحي الحسني والمؤسسة التعليمية. الشروط التسجيل هي شروط يعني ماشي هي أمور تمر عبر المديرية الإقليمية من خلال جمعية تنمية التعاون المدرسي، وامور سهله وجميع الاطفال والتلاميذ يقدروا يستافدوا اذا كانوا عندهم مهارات اللي خصها تتقل ويشاركوا في الورشات اللي سبق تكلمت عليها. واش بمجان ولا بشي؟ مجان. شكرا. حميد وشعيب، عضو مقاطعه الحي الحسني، مدير التربوي لمجموعه مدارس النور. هذا اليوم هذا هو حدث في المنطقه ديال الحي الحسني. لماذا؟ اولا هو الذكرى ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
ثانيا هو الرمزيه ديال المكان اللي كنتواجدوا فيه، هو مركز التفتح اللي هو كيقصد ابناء الفئات الشعبيه المقهوره والهشه من اجل اطلاق العنان لهم وتاطيرهم حتى يمكن ان يستفيدوا من هذا التكوين على المستوى التكنولوجي وعلى المستوى كل الفنون الشعبيه. ولهذا كنطالبوا وكنتمنوا المركز يكون عنده اداره دائمه ومسؤوله وانشطه في برنامج سنوي ماشي انشطه موسميه. وبدورنا سنساهم في هذا المشروع هذا اللي كيميز الحي الحسني، وكنحيي كل من ساهم من بعيد او قريب لانجاح هذا المركز هذا وتحياتي. في نظركم واش الاهداف ديال المواطنه التنميه في منطقه الحي الحسني لقات ديك النجاح، الاهداف اللي تحققت ولا ما كانت؟ غيصعب نقولوا واش تحققت ولا ما تحققش، اللي اساسي هو كاين تفكير من المبادره من هذا النوع هذا، بمعنى يجب استهداف الاطفال واليافعين لانهما رجال المستقبل، وهذا هو المدخل. اذا المبادره الوطنيه الا مشات كدير لي زانفيستيسمون والاستثمار في هذا النوع من الاطفال، هذا هو رجال المستقبل من دابا ان شاء الله 10 سنين ولا 12 عام. اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا بلاغ وقت تي في.